مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. دي حلقه جديده ومساحه جديده للراي. النهارده ان شاء الله نتكلم عن العمليه العسكريه اللي اودت بحياه قائد في الجيش الليبي بعد يعني تفجير سياره ملغومه في منطقه سبها. الحقيقه انه في اطار الحرب اللي بياخدها الجيش الليبي يعني منذ سنوات طويله من يعني 2011 بعد ان يعني تم عمليات عسكرية كثيرة بالعصابات العسكرية المسلحة والمرتزقة التي انتشرت في مناطق عدة في الأراضي الليبية بعد أن تخلصوا من وأطاحوا بنظام الرئيس السابق معمر القذافي. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام حنتناول بالشرح والتوضيح والتحليل هذه العملية العسكرية وخطوات الجيش الليبي في إطار التخلص من المرتزقة والعصابات الإرهابية المنتشرة في ليبيا. بيسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور مصطفى الزيدي رئيس مجلس إدارة المركز الأفرو آسيوي للدراسات السياسية. برحب بحضرتك دكتور مصطفى، أهلا بك في البرنامج وأهلا بك أكيد في أرضك الثاني مصر الشقيقة للدولة الليبية الحبيبة. أهلا وسهلا، أهلا بك دكتور مصطفى. هستأذن حضرتك واستأذن السادة المشاهدين نطلع نشوف هذا التقرير ونبدأ حوارنا مع الدكتور مصطفى الزيدي. بات الجمود الذي يسيطر على الساحة السياسية الليبية في الأسابيع الأخيرة مصدر قلق للشارع والمراقبين الدوليين، مع تواصل الانسداد في مسار التفاهمات بين أطراف النزاع السياسي والعسكري وتأخر حسم ملفات مفصلية في خريطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات العامة وضيق الوقت المتبقي للإعداد لها وإنجازها في موعدها المحدد. هذا القلق من تطورات الأيام الأخيرة وتعثر المسار التفاوضي تسرب أيضا إلى الأطراف الدولية المعنية بالملف الليبي، مما أسهم في تسريع وتيرة الحراك الدولي للضغط على الأطراف المحلية وحلفائها من الخارج لإعطاء دفعة جديدة للعملية السياسية لتجنب العودة إلى المربع الأول وخروج الأزمة الليبية عن السيطرة من جديد. التحركات الدولية المتسارعة أخيرا جاءت بناء على هذه التطورات التي أظهرت أن هناك فصائل سياسية تحاول إسقاط العملية السياسية في البلاد. وفي إطار المساعي الدولية لردع المخالفين للاتفاق السياسي الليبي، فإن الأمم المتحدة بصفتها الراعية الرسمية لمشروع الوفاق الليبي تحاول أن تتصدى لهذه المحاولات عبر الضغط على القوى السياسية الساعية لعرقلة المسار السياسي في البلاد بتأخير تنفيذ بعض الاتفاقات المبرمة واختلاق أزمات واستخدام قوة السلاح لفرض بعض الأمور بغرض إفشال الحوار ومشروع المصالحة الوطنية. وفي سياق التوترات المتزايدة وبعد تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في جنوب غرب ليبيا، أطلق الجيش الوطني للبلاد عملية عسكرية في هذه المنطقة لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد استقرار البلاد وأمنها. على الرغم من الانتعاش السياسي والآمال التي عادت بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، فإن التحديات الكبرى التي كانت تنتظرها لا تزال قائمة، وتبدو مهمتها الانتقالية في إخراج البلاد من 10 سنوات من الفوضى لا تزال معرضة للخطر. مشاهدينا الكرام، بعد اقل من اسبوع على يعني التفجير اللي فيه البوابه الامنيه في منطقه سبها
اللي أودت بحياة قائد أمني كبير من الجيش الوطني الليبي. جاءت هذه العملية الخاصة بالجيش الليبي بوحدات عسكرية إضافية لهذه المناطق. دكتور مصطفى الزيدي رئيس مجلس إدارة المركز الأفرو آسيوي للدراسات السياسية، حضرتك بتشوف هذه العملية إزاي؟ كيف قرأتها؟ وخصوصا ما ليست العملية الأولى للجيش الليبي التي توجه بوحداتها للتخلص من العصابات الإرهابية الموجودة في الأراضي الليبية. أولا شكرا لك والتحية للجميع السادة المشاهدين. التعامل مع الإرهابيين بشكل عام هو تعامل لابد أن يكون أمنيا، والمؤسسة الأمنية الوحيدة الموجودة في ليبيا والقادرة على اتخاذ إجراءات عملية ضد العصابات الإرهابية هي القوات المسلحة العربية الليبية، هي الجيش، لأن المؤسسات الأمنية الأخرى ضربت وفتتت ولم يمكن بنائها إلى الآن، لكن الجيش تم بشكل كبير إعادة بنائه في المنطقة الشرقية من ليبيا، وصدرت قرارات من مجلس النواب بتكوينه وتشكيل قيادته، ولهذا هو مؤسسة مترابطة نجحت حقيقة في مقارعة الإرهابيين في المنطقة الشرقية بشكل عام، وطردتهم من بنغازي ومن منطقة الهلال النفطي وأخيرا من مدينة درنة. فاتجه الإرهابيون إلى الصحراء الكبرى شرق سبها، هذه منطقة شاسعة كبيرة صحراء فيها جبال الهروج والسوداء، وهي منطقة يعني واسعة عريضة جدا، منطقة جبلية، منطقة وعرة، وهذا ملاد ملائم ومناسب جدا للعصابات الإرهابية، ولهذا هم يختبون في تلك المناطق الجبلية الوعرة ويقومون بشن بعض العمليات النوعية. وأنا يعجبني جدا المصطلح الذي أطلقه المحللون المصريون الذئاب المنفردة، هذه ذئاب منفردة فمجموعات صغيرة، وده اللي بيشكل خطر أخطر من العمليات الواسعة. جيش النظام أفضل كثير، لأنه لديه أنظمة، لديه خطط، أنت تعرف يعني تجيب له معلومات، لكن الذئاب المنفردة صحيح كيف يمكن أن تتعامل معها؟ ولهذا هم قاموا بعمليتين حقيقة في الأسبوع الماضي، عملية في سبها قتلوا مجموعة من رجال البحث الجنائي في بوابة للشرطة أمنية، وقاموا بنسف دورية عن طريق عبوة ناسفة في منطقة الهروج يقودها القائد علي التبوي، وهو قائد عسكري يعني ورجل معروف. ولهذا الجيش الآن يقوم بعملية مسح واسعة للمنطقة، منطقة الهروج والسوداء، وأيضا مسح للمنطقة الحدودية مع النيجر ومع تشاد ومع المرتزقة. أو الإرهابيون في ليبيا يأتوا بطريقين حقيقة، الطريق الأول هو مع المرتزقة عن طريق للأسف الشديد دولي، يعني الدولة التركية تبنت هذا الموضوع وأحضرت عدد كبير من المرتزقة، وهم أصلا تيارات إسلامية متطرفة استخباراتية دولية دورية منظمة. وفي أيضا مجموعات صغيرة تأتي من وسط القارة الإفريقية من جماعات بوكو حرام ومعليها. وليبيا منطقة كبيرة واسعة قريبة من البحر المتوسط، قريبة من مناطق توفير التمويلات الممكنة والتسليح الممكن، ولهذا يتواجدون في ليبيا. العملية العامية التي تقوم بها الجيش الآن بالتأكيد لن تكون الأخيرة، ولكنها ستكون مؤثرة جدا في ضرب البنية التحتية لهذه العصابات التي الموجودة في المنطقة الجبلية هذه الوعرة في السودة والهروج وما إليها، وفي الصحراء الكبرى جنوب سبها، جنوب أباري، جنوب منطقة غات، وهذه مناطق تتكلم على آلاف الكيلومترات، يعني تتكلم على عرض طول حوالي 1000 كيلومتر في 800 كيلومتر، لا تتكلم على ومنطقة غير مأهولة السكان، ما فيها السكان، فيها واحات قليلة بعيدة جدا عنها، وهم يعني يستطيعون يعني التواجد في مثل هذه الأماكن. طبعا التنظيمات الإرهابية داعش وما في حكمها تمكنوا من اختراع وتطوير آليات اختباء وآليات عمل في كثير من الدول، يعني هم في سيناء بقوا كم سنة، في الجزائر موجودين لحد الآن، لأن عندهم آليات متطورة، يعني عندهم قدرات أيضا عسكرية لا نستهين بها، لأنها خلفهم أجهزة دولية ومخابرات دولية تمدهم بالتدريب بشكل كبير جدا. لكن
بشكل عام في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية التواجد الإرهابي قل إلى الحد الأدنى الممكن. يعني هذه من العصابات اللي الآن في الهروج والسوداء في وسط الصحراء كانوا في درنة وكانوا في بنغازي وكانوا في البيضة وكانوا في جدابية، يعني كانوا في وكانوا في السلط الآن انتقلوا إلى منطقة نائية بعيدة جدا وتقدر تقول المحاصرين، وفعالياتهم ستكون محدودة جدا. يعني حضرتك بتقولني ليس هناك الآن سطوة للجماعات المتطرفة في جنوب غرب ليبيا، وده معناه ان هم في خلاص نزوح يعني، او في شبه احنا اوشكنا على طردهم. نعم الان هم تقريبا طردوا من المناطق المأهولة الاهلة بالسكان، يعني مثلا كانوا في سرت قاعدة الان كانوا في منطقة جنوب شرق سبها منطقة غدوة كان عندهم تمركز الان خرجوا منها، كانوا في مرزق الان خرجوا منها، فهم الان متواجدين في المنطقة الجبلية بشكل عام. اما المدن والقرى والواحات خرجوا منها غير موجودين كتواجد، وحقيقة الان في سيطرة امنية للجيش يعني مناسبة وجيدة، وتتعامل مع هذه الاحداث يعني ان حتى لما يخطفوا هم كانوا يقومون بعملية الخطف للمواطنين حتى العاديين يعني ورز الاجهزة، الان اي عدد يخطف يتم تحريره في وقت قياسي يعني في يومين في اسبوع. هل شارك في ده دكتور مصطفى الدعم الخاص بالقبائل في هذه المناطق للجيش الوطني؟ اكيد اكيد، لان اولا التيارات الإسلامية بشكل عام، احنا نقول تيارات إسلامية مجازا، لكن هي التيارات التي تدعي استخدام الدين، هم لا علاقة لهم بالدين حقيقة يعني. هذه فقدت الحاضنة الشعبية ليس فقط في ليبيا، في كل المنطقة والقبائل التواجدات الاجتماعية في المناطق وفي الواحات يعني لفظت هذا الوجود الغريب عن المجتمع العربي الإسلامي، والآن هم يشكلوا كل المجتمع بشكل عام حاضنة للقوات المسلحة. وأنا دائما أريد أن أضرب المثل في سيناء مثلا، يعني سيناء ممكن في فترة معينة كانوا الإرهابيين وجدوا تعاطف من هنا وهناك، لكن عندما قامت الدولة وقامت الجيش المصري بحرب الدعم الأساسي انتقل، وربما كان في نوع من الحاضنة لبعض الجماعات، الآن انتقل كل ما لمصلحة الدولة ولمصلحة الجيش. فنفس الوضع في ليبيا نفس الوضع، لأن المجموعة الإرهابية هذه راه خيط واحد ومخطط واحد وأداة واحدة وإطار واحد، هذه كلها موحدة في الفكر وفي الأدوات وفي الآليات. ولهذا في ليبيا ربما الزخم في ليبيا كان كبير جدا نتيجة لانهيار الدولة ونتيجة لضرب المؤسسات الأمنية، لكنها بدأت تنحصر. الليبيون اليوم أنا أقول لك بكل صراحة وليس تحليل وليس يعني نوع من التفاؤل، أنت تصف الواقع على الأرض في ليبيا أن جميع الأطراف الليبية الآن أغلبها على منهج واحد وضد التواجد الإرهابي وضد استخدام الدين للسياسة. ولهذا الإخوان المسلمون الآن هم يعطلون الانتخابات، لا أريد أدخل في هذا الموضوع يعني ليش؟ لأن يعلمون علم اليقين أن أي عملية انتخابية تجري في ليبيا الآن لن يجدهم موطأ في أي سلطة قادمة، هذه حقيقة. بعض المحللين رأوا أنه في عدد كبير من العناصر الإرهابية التكفيرية هي من المعارضة في بعض دول الجوار. طبعا المعارضة في تشاد، المعارضة في النيجر، المعارضة في السودان، هذه يجدوا موطأ. يعني أنت معارض لبلد حدودي وتجد بلد لا فيها دولة لا فيها سلطة، لا تجد من يسأل عنك أنت من أين وماذا تعمل، فأكيد يجدوا. وثانيا الأطراف الليبية المتصارعة وخاصة الميليشيات في الغرب الليبي استخدمت مرتزقة من أفريقيا، وهؤلاء المرتزقة عادة هم ينتمون لهذه الجهات المعارضة، وهنا حصل فيه توافق مصالح. المعارضون مثل تشاد ولا النيجر يريدون السلاح ويريدون الأموال فيشتغلوا مع الأطراف الميليشيوية في ليبيا، والميليشيويون في الغرب الليبي يريدون جنود يقاتلوا معهم. هذا يعني أنا أقول لك أغلب القوة التي حاربت فيما يسمى ببركان الغاضب مش عارفين حاربت الجيش هي مرتزقة من أطراف معارضة لدول في القارة الأفريقية، وخاصة المعارضة في تشاد والمعارضة في النيجر وبعض الأدوات المعارضة في السودان. طبعا في جزائريين معارضين جزائريين موجودين، معارضين توانسة موجودين، ولكن الثقل الرئيسي
كان وبعد استقر الوضع في ليبيا تعرفوا يعني هاجم هؤلاء المعارضون الذين تسلحوا من الميليشيات وهاجموا على تشاد وقتلوا الرئيس التشادي. هي نفس القوة يعني هذه لأن الصحراء الكبرى هذه صحراء كبيرة جدا والعمل فيها الاختراقات الأمنية سهلة جدا. والآن ليبيا قاعدة كبيرة جدا للعمل الإجرامي بكل أشكاله السياسية الإرهاب والإجرامية التهريب تهريب المخدرات تهريب السلاح تهريب البشر. فموضعين الإجرام التهريب والسياسي الإرهاب هؤلاء المجموعات الآن تجد في ليبيا مناخ مهم. ولهذا قرار السلام والأمن في ليبيا ليس من مصلحة هذه الأطراف لا شك في ذلك وستعرضه بما أتت من قوة. يعني هناك إجماع دولي على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية القضاء طبعا على الجماعات المسلحة. يعني ماذا فعل المجتمع الدولي في ظل هذه يعني هذا نداء وإجماع لكن ماذا فعل حتى الآن في القضية الليبية وماذا يجب عليه أن يقوم به في الفترة القادمة؟ أسمحي لي سأتكلم بصراحة. لا يوجد إجماع دولي، هذه دعاية بروباغاندا. هو هؤلاء المرتزقة من أتابيهم هم لم يأتوا لوحدهم، هذه جاءوا بطيارات وبمواخر مسلحين وعندهم تمويلات ويدفع لهم أموال. فالمجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي ليس 180 و190 دولة متاع العالم، هم 4-5 دول. فهذه الدول الكبيرة التي تتصارع مصالحها في العالم وخاصة في منطقة شمال أفريقيا وتتصارع على الموقع الليبي الاستراتيجي المهم 2000 كيلومتر على جنوب المتوسط بوابة أفريقيا الشمالية تقسم المغرب العربي عن المشرق العربي منطقة قليلة السكان كثيرة الثروات. فنحن نحمل ما يجري إلى اليوم وإلى غدا للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي منافق يقول ما لا يفعل وعند اجتواز معايير وعند اجتواز مكاييل لأن المجتمع الدولي أراد أن تخرج المرتزقة فسيخرجون فورا. سيدتي هل تتوقعي نحن صدج ونصدق أن أردوغان يذهب بطائرات وبوارج ويقصف الوطية وطرابلس في غرب المتوسط دون نظر ورعاية أو دون نظر على الأقل من هذا المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي يريد الأزمة الليبية أن تستمر ولهذا نحن لا نؤمل كقوة وطنية كخط وطني لا نؤمل في سياسات المجتمع الدولي. حقيقة نحن نؤمل على سياسات المجتمع الإقليمي دول الجوار طبعا. العرب الداخل الليبي والدول الحدودية زي مصر لأن هذه مصالحها المباشرة في استقرار ليبيا. يعني عندما تكون ليبيا فوضى سيؤثر على الجزائر سيبينا من مصر سيؤثر على تونس سيؤثر على المغرب سيؤثر على النيجر على تشاد ومصر وليبيا تقريبا الشرق الليبي ومندمجة. الحل نحن نراه حقيقة هو من الليبيون وثانيا بدعم من الدول الإقليمية الجارة. أما المجتمع الآخر عند مصالح يهم النفط مش الآن أفغانستان وضع قرن الصومال أكثر من 30 سنة من جورج دبليو بوش الكبير جورج بوش ذهب الأب وزار بدوى في الصومال وصور مع الأطفال. أين الصومال الآن؟ أنا كتبت في ذلك الوقت مقال قلت الأطفال الذين يعني صافحوا جورج بوش في ذلك لا يعرفون من هو جورج بوش يتوقعون مدرس ولا مفتش. هو العالم الغربي عالم مظهري. ولهذا حقيقة نحن نأمل في مصر بالدرجة الأولى وفي الجزائر وفي المغرب وفي هذه الدول وفي الإخوة في الخليج العربي أن ينظروا إلى ليبيا أنها قد تكون موقع أمن واستقرار لهم وبالتأكيد إذا لم تستقر ليبيا هي ستكون محل مخاطر دائمة ومستمرة على كل المستويات اقتصادية اجتماعية أمنية سياسية بكل الوسائل. عدم استقرار ليبيا خطر على المنطقة. أكيد خلينا نتابع مع حضرتك السادة المشاهدين الأمم المتحدة في بعض الأرقام ونرجع نكمل مع بعض دي.
تابعنا هذه المشاهد مشاهدينا الكرام. ليك تعليق دكتور مصطفى عن لي تعليق على المرتزقة. أول حاجة المرتزقة نوعان في ليبيا، وهذه الخدعة متاع المجتمع الدولي. في قوات تركية نقلت رسميا إلى ليبيا وتقاتل فيه رسميا، ويدعوا كأنها أرض تركية، ويدعي الأتراك أنهم جاءوا باتفاق مع حكومة، وهي الحكومة أولا غير شرعية ولم تكن وطنية ولهذا غيرت. وآخر موقف هزلي أن وزير الدفاع التركي يهبط في مطار في طرابلس ويستقبله الضباط الأتراك وينتقل الأتراك، ولا موظف ليبي ولا حتى موظفي المطار العاديين كانوا موجودين. هذه قوة أجنبية لدولة وليست مرتزقة. النوع الثاني هم المرتزقة الفرادة الذين يأتون من هنا وهناك، وهم مثل معارضات بعض الأفراد وموجودين. يعني لابد أن يفرق المجتمع الدولي إن كان جادا في طرد المرتزقة، أن هذه القوة التركية التي جاءت على رؤوس الأشهاد وعلنا ويتبجح بها أردوغان رسما أن تخرج، وفي قوات إيطالية رسمية موجودة في مصراتة وموجودة في ليبيا، وفي خبراء أنجليز وخبراء روس وخبراء فرنسيين موجودين في مع الجيش الليبي وفي مع هذه موضوعات لابد أن تفصل. أما المجموعات الإرهابية المرتزقة الفرادة هذين لا مجال للتعامل معهم إلا بال جانب الأمني وطردهم. ولهذا لو السيد غوتيريس والأمم المتحدة يعني حريصة على قفل ملف المرتزقة في ليبيا، هي فقط تطلب من أردوغان أن يخرج خلاص، وهو يعلن أنه جاء لليبيا. عندما أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخط الأحمر سرت الجفرة، لو تراجعوا في تلك الأيام جاء أردوغان وجلس في التلفزيون ووضع خريطة ليبيا، وهذه موجودة يعني مشاهد يعني مثيرة جدا لليبيين وللعرب، ورسم على قالها نحن سنأتي هنا وننتقل من هنا، وهو جالس في بحر كبير. فالأتراك دخلوا إلى ليبيا متبجحين وعنوة وبالقوة. فإن أراد كله، فإن أراد يطلب من تركيا سحب قواتها، ولا لا يسميه مرتزقة، هو قوات أجنبية تحتل جزء من ليبيا. أما المرتزقة الآخرين الخبراء مثلا يقال أن في خبراء روس مع القوات المسلحة، هذه تقيم في خبراء إنجليز مع حكومة الوفاق، في خبراء إيطاليين مع حكومة الوفاق، هنا يبدأ الوضع مختلف يقيم. والوضع الثالث هو المرتزقة العاديين المجرمين والإرهابيين، المجموعات في منهم ديان فرد، أغلب هذه الديان المنفردة أجانب وليسوا ليبيين، أغلبهم راو يعني ليسوا ليبيين، لأن انت عارف الإرهاب يعني ما عندهاش جنسية، يعني هم يتخلوا عن الجنسية الوطنية لأي دولة ويلبسون العباءة العامة هذه متاع الدولة الإسلامية وما إليها. هستأذنك نشوف الصحف المصرية كتبت إيه حول الملف الليبي بصفة عامة وعن العملية العسكرية بصفة خاصة، خلينا نتابع ونرجع مع بعض. يرى جمعة بوكليب أن استعادة السلام في ليبيا ليس فقط مهما لاستقرارها بل لاستقرار كل دول الجوار، لكنه أكثر أهمية لأمريكا لأنه بمثابة امتحان لنواياها بإصلاح ما أحدثته الإدارة السابقة من ضرر، ولتفعيل الدبلوماسية الأمريكية مجددا لإعادة الانخراط سياسيا مع حلفاء وجدوا أنفسهم لا يقفون على ضفة واحدة مع الموقف الأمريكي في ليبيا. يشير اللواء محمد إبراهيم نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقارير مصرية أن مصر حريصة على أن تؤكد موقفها بأن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في التسوية السياسية التي تتطلب أن تتوحد كافة أطياف الشعب الليبي في مواجهة أي أطماع خارجية، وضرورة إخراج كافة الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. أما عن رأي يوسف الصواني إن مسؤولية المجلس الرئاسي والحكومة هي تحقيق اتفاق مباشر بين الأطراف الليبية ووضع كل طرف أمام مسؤولياته الوطنية والاتفاق على فصل هدف الانتخابات عن إجلاء الأجانب، فلا منطق يمكن أن يسوغ تعطيل إجراء انتخابات بضمانات الأمم المتحدة بحجة وجود قوات أجنبية وبعدها يترك للسلطة المنتخبة أخذ الخطوة التالية.
وأخيرا في العالم العربي، يرى المراقبون أنهما من سبيل للسير في طريق بناء الدولة ومؤسساتها الوطنية صوب وقوف الداخل الليبي حائط صد منيع أمام أي محاولات لتدمير التسوية، فضلا عن دور آخر لا يقل أهمية يقع على عاتق المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية وإفشال محاولات الجماعات الإرهابية بالعودة بالبلاد إلى مربع الحرب والاقتتال. في هذا التقرير الخاص بما ذكر عن الملف الليبي في الصحافة المصرية، دكتور مصطفى الزيدي، يعني لفت نظري ثلاث نقاط: الدبلوماسية الأمريكية وكيف لها أن تغير، يعني كيف يراها العالم في الملف الليبي، وفرصة لها إثبات نوايا الإصلاح في الملف الليبي، هذه نقطة. النقطة الأخرى الموقف المصري، وهو يعني خلينا نقول إنه لابد من التسوية السياسية لجميع الأطياف الليبية. والنقطة الثالثة والأخيرة هي إنه المجلس الرئاسي يعني كيف يكون دوره في المرحلة القادمة، خاصة إن إحنا نحن يعني خلاص مقبلين على الانتخابات في ديسمبر المقبل إن شاء الله. احنا نأمل ان نكون مقبلين على الانتخابات في ديسمبر، لان كل المؤشرات تشير ان يعني ممكن ما تحصلش للاسف الشديد يعني. وانا سابدا بالموقف المصري. بالنسبه لمصر وعندنا دقيقتين بالنسبه لمصر، قضيه ليبيا هي قضيه وطنيه مصريه، ولهذا الاستقرار والامن في ليبيا مهم جدا، ولهذا لا يمكن لمصر ان تتمحور مع طرف ضد طرف اخر. ينبغي ان تتعامل مع كل الاطراف التي ترى أنها ممكن تساعد في حل المشكلة الليبي. بالتأكيد في أطراف لا يمكن التعامل معها، الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وما إليه. أما الأمريكيون فنحن نحملهم مسؤولية ما جرى في المنطقة بالكامل، ولا يمكن أن ننسى مذكرات كلينتون وكلام الفوضى الخلاقة للسيدة كونداليزا رايس، هذه أشياء موجودة. ولهذا الأمريكيون يبحثون عن مصالحهم. أنا أعتقد من مصلحتهم الآن في مواجهة الصين والاتحاد السوفيتي هو خلق عدم استقرار في الشرق الأوسط، وعدم الاستقرار هذا يفيدهم جدا في إحداث نوع من عدم التوازن في المنطقة، فيضطر الروس والصينيون. أنا هذا تحليل شخصي، ربما لا يكونوا، لأن هم العدو الأساسي الآن اقتصاديا الصين، والعدو الأساسي عسكريا وسياسيا هو روسيا، وهذا كلام موجود. ولهذا نحن لا نعول على الموقف الأمريكي، ولا أعتقد أن الأمريكيون يريدون أن يثبتوا حسن نوايا باتجاه الملف الليبي، لأن هم من خلق هذا الشيء، يعني هم اللي هم عملوها. أما الموضوع الثالث المجلس الرئاسي، فيعني هو جاء بشكل غير معروف، يعني 75 شخص اختارهم مركز الحوار الإنساني وعملوا حاجة يعني تمثيلية، وعين المجلس الرئاسي بلا صلاحيات ولا واجبات ولا عند أي قدرة ولا يستطيع أن يعمل شيء. اليوم فقط بعد 130 يوم من تعيين الحكومة والمجلس الرئاسي فتح الطريق بين مصراة وسرت اليوم، يعني 4 شهور لكي يفتحوا طريق الساحل الرئيسي اللي يربط شرق ليبيا بغرب، ورئيس الوزراء عامل احتفال ومش عارف ايه، قصة يعني كبيرة. لهذا نحن نعول على شعبنا ونعول على أمتنا ونعول على الدول القوية في المنطقة. والحقيقة أن التاريخ في كافة صفحاته أثبت أن الشعوب هي التي تحرك طبعاً الزعماء وتحرك الدول وتحرك طبعاً كل شيء الماء الراكد في أي منطقة. إذن هو الشعب 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 بإذن الله. بشكرك شكر جزيل دكتور مصطفى الزيدي، رئيس مجلس إدارة المركز الأفرو أسيوي للدراسات. بس أنا التايتل بتاعي الحقيقي أنا أمين الحركة الوطنية الشعبية الليبية، المجلس الأفرو آسيوي يعني إضافة يعني إضافة، وأشكر العاملين فيه والقائمين عليه، ولكن أنا واجبي ونضالي وعملي السياسي في الحركة الوطنية. الحركة الوطنية طبعاً لسه بنقول الشعب الشعب الشعب. أشكركم. شكراً جزيلاً دكتور مصطفى، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ودائماً حلقتنا مع حضراتكم في مساحة الرأي مستمرة. شكراً، إلى اللقاء.